السلام عليكم وحياكم الله في مزاج بودكاست. حلقتنا اليوم عشان مزاج صار عمرها سنتين. ما شاء الله صار لكم سنتين، مبروك، ألف مبروك. مزاج وكأنها بنتي الصغيرة، بنتي اللي أرعاها، بنتي اللي أهتم فيها، بنتي اللي ما أخذ من وقتي، من اهتمامي، من تواجدي. الحمد لله أني رعيتها واهتميت فيها. اليوم وصلتها سنتين، معنا الوقت ركض. مبروك، ألف ألف مبروك، ومنها لعلة. فأنا سعيدة جدا وفخورة جدا في حتى يعني لما أشوف أو أسمع الحلقات الأولى وأسمع الحلقات الأخيرة أحس إن في نقلة نوعية الله سبحانه وتعالى وفجني فيها، وأتطلع أني بعد أرفعها ليفل أب أكثر إن شاء الله، في تقنيات جديدة وإمكانيات جديدة، مواضيع جديدة. المستمع حق هذه القنوات يستمع فقط للنتيجة أو الموضوع بشكل متكامل، إنما ما أعتقد أحد قعد كذي وفكر إن هذا اليوتيوبر شنو مر فيه عشان يطلع هذا الموضوع. لا، أنا واحدة لو أقول لكم عن تجربتي، كوني أنا المسؤولة عن الفكرة وعن تسجيلها وعن مونتاجها، ناهيكم عن تركيب الموسيقى أو اختيار الموسيقى، أو حبايبي اللي أهدوني مجموعة من الموسيقات وعلى رأسهم الفنان ولدي العزيز محمد الماجد، ما قصر وجزاه الله خير، ومن هني أنا أشكره. وما أوفي صراحة الوقفة هذه على قولتهم وقفة ريال، لما يجتهد معاي وبكل حب وبكل شغف، إن ها شنو تبين، شنو الموسيقى الجديدة، شنو موضوعها، شنو فكرتها، يلا يلا خليني أشتغل معاك، ما أدري شنو هذا، أنا كلي لك. هذا الدعم المعنوي هذا هو من أكبر الدوافع اللي الواحد يخليه يشتغل ويستمر وينجز بحب يعني. فإزاك الله خير يا فناني، يا ولدي، يا عزيزي، يا محمد الماجد، وما أقلل من قيمة الفنان العماني العالمي يوسف للويهي، هو من أول الناس اللي أعطاني الموسيقى لمزاج. وقفته كانت وقفة حلوة، والموسيقى اللي راح المصاحبة لهذا البودكاست هي أول موسيقى أعطاني إياها الفنان يوسف للويهي. أنا أشكرك من كل قلبي وما قصرت، جزاك الله خير. ولا أنسى الفنان عبد العزيز المصباح، الفنان الشاب الموهوب الرائع الكويتي، اللي اليوم قاعد وضع بصماته الخاصة في خارطة الفن الكويتي والموسيقى الكويتية والأغنية الكويتية. أنا أتمنى لك كل نجاح في مجالك يا عبد العزيز. فوقوف هالناس معاي هي دافع قوي أني أبذل وأشتغل وأعطي. فالحمد لله رب العالمين، توفجت في هذه القناة اللي لقيت فيها مستوعب جيد لي ولأفكاري ولتوجهي وحبي للتسجيل بدل ما أصير مقدمة رسمية، أنا عندي ماي شانل، يعني أسوي اللي أبي، لا عندي مخرج يقول لي ما كل يوم ولا بروحي. فإن شاء الله يا ربي بحب المتابعين اللي معاي ودعمهم الدائم لي وتعليقاتهم بالخاص وبالعلن، أنا يعني صراحة أرفع لكم القبعة وأشكركم لأنكم أنتوا الدافع الحقيقي للاستمرارية. ووعدكم إن شاء الله القادم أحسن، وكل عام ومزاج بخير وفي أمان الله. ألف ألف مبروك، والله فرحت لك يا مزاج.